متارس الحوثيين وخنادقهم ما تزال شاهدة عما لحق بأبناء منطقة جعبور في عسيلان بشبوة، وأطلال مساكنهم البسيطة التي احترقت تحكي واقعا من المعاناة التي واجهت العائدين إلى منازلهم بعد تحرير بيحان، معاناة كان مركز الملك سلمان سباقا إلى تخفيفها بتدشين مشروع الإيواء في هذه المنطقة ضمن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة. الحمد لله عاد الناس إلى مواقعهم، إلى بيوتهم، إلى ديارهم، بعد أن خربت، بعد أن حرقت، بعد أن أتلفت، بعد أن قتلت مواشيهم. فالحمد لله على ما قدم الملك سلمان من خدمات، كانت خدمات إغاثة شهرية استشاريا، مواد غذائية، والآن قدم لنا بتقديم خيام كمرحلة أولية. وإحنا نعاني من أشياء كثيرة، قصات في جانب خدماتي، سواء في الكهرباء أو في مدارس أو في غيرها من الأشياء هذه. نشكر الملك سلمان على كل ما بذل من جهد في توزيع المعونات، ونطلب من المزيد، كون الحرب أكلت الأخضر واليابس ودمرت المنازل وتشردت الناس، ونطلب جهود الأمم المتحدة في بذل المزيد من الدعم. ما يزيد عن 300 أسرة تستفيد من مشروع الإيواء الذي يشمل خياما وأبسطة وبطانيات لبت حاجة النازحين في ظل قسوة البرد وعدم قدرتهم على شراء ما يلتحفونه، موعودون بالمزيد من المشاريع الإغاثية والتنموية لمعالجة أوضاعهم. في هذا اليوم المبارك ندشن مشروع الإيواء في مديريات بيحان، والذي سيستفيد منه بإذن الله سبحانه وتعالى 300 أسرة من الأسر النازحة والمتضررة. وهذا المشروع يأتي امتدادا لمشاريع مركز الملك سلمان التي ما زالت تتوالى من بعد تحرير هذه المديريات التي عانت الكثير والكثير. فنقدم الشكر الجزيل للمركز ونقدم الشكر. سباق نداء الحاجة وسرعة الاستجابة بين النازحين ومركز الملك سلمان بمشاريع لا تتوقف حتى يصبح هؤلاء وغيرهم غير محتاجين للمساعدة، كما كان مركز الملك سلمان سباقا بإيصال المساعدات الغذائية إلى هذه المناطق بعد التحرير مباشرة. ها هو مركز الملك سلمان يوصل المساعدات الإيوائية ضمن خطة المساعدات الشاملة إلى النازحين في مديرية بيحان. محمود الحميدي، الإخبارية، من منطقة جعبور في مديرية بيحان شبوة.